السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر 14 من يناير جامف. كل عام وتونس بألف خير. المناسبة معروفة، ذكرى الثورة 12، رغم المصاعب والمتاعب وأوزار الانقلاب، وهي ربما تتصدر اهتمام التونسيين اليوم. هل تعود تونس إلى مسارها الديمقراطي وأحلامي واستقرار أبنائها؟ كيف ومتى ذلك؟ وما مصير انقلاب قيس سعيد؟ مظاهرات طبعا اليوم بمناسبة ذكرى الثورة، شعاراتها، مطالبها، وحجم المشاركة فيها، وما صاحبها من تعطيل لحافلات عديدة كانت متجهة إلى العاصمة. لعل كل هذا أجاب على جانب أو بعض هذه الأسئلة المطروحة في أذهان التونسيين أو من يتابع المشهد التونسي. الليلة حلقة كاملة نخصصها للتطورات في تونس. في الساعة الأولى سنتناول طبعا هذا العدد، آلاف يتظاهرون في الذكرى 12 للثورة والمطالبة برحيل الرئيس المنقلب قيس سعيد. هل ترى هذه الجموع أسمعت من تناديه أو من تناديهم؟ وكيف يبدو مستقبل الانقلاب سعيد بنظرك؟ طبعا بالنظر إلى النتائج الهزيلة لانتخاباته الأخيرة، وبالنظر أيضا إلى هذه الاحتجاجات اليوم والتي رفعت شعارات صريحة وواضحة ضده. ضيف ساعتنا الأولى سيكون الأستاذ غازي الشواشي، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي من تونس. طبعا لمن يرغب بإرسال أي سؤال للضيف بإمكانه أن يرسل به إلى الواتساب الخاص بالرسائل، وليس الواتساب طبعا الخاص بالاتصالات حتى لا يخطئ البعض. سنستمر طبعا في الساعة الثانية في استطلاع آراء الجمهور حول هذه التظاهرات التي خرجت اليوم في تونس من مختلف الأطياف السياسية، وكان شارع الثورة ميدانها. هل بات الانقلاب معزولا بنظركم الآن؟ خرج سعيد البارحة وبضع عشرات قلائل من حوله، اليوم الشارع كان ممتلئا. إذا كان الأمر كذلك فماذا نتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة؟ يتساءل كثيرون. هل نتوقع مثلا تطورا ما في موقف المؤسسات الصلبة؟ لعلها تعود إلى رشدها الآن، يقول بعض المغردين. ترى الآن هذا الرئيس الذي تحميه أو هذا المنقلب الذي تحميه بات وحيدا والشعب في الطرف الآخر، فما عليها إلا أن تصوب خطاها وخياراتها. تونس في ذكرى ثورتها في ساعتنا الثانية بين مطالب المحتجين والإجراءات الأمنية. ضيف ساعتنا الثانية سيكون الدكتور المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق، سينضم إلينا من باريس. طبعا نرحب بكل من يرغب بإرسال سؤاله أيضا إلى ضيوف حلقة الليلة عبر الواتساب الخاص كما قلنا بالرسائل. مرحبا بكل من يتابعنا، الأولوية ستكون للمشاركة من تونس، ولكن الباب مفتوح لكل من يود الإدلاء بدلوه. أهلا بكم. خرج الآلاف من المتظاهرين في تونس اليوم في شارع الثورة احتجاجا على سياسات الرئيس المنقلب قيس سعيد، والتي تسببت في أزمة سياسية هي الأكبر في تونس منذ الثورة. نظمت أحزاب جبهة الخلاص وائتلاف الأحزاب الخمسة ومنظمات مدنية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف ضد ما سموه تفرد سعيد بالسلطة وتهديد الحقوق والحريات في البلاد وانتهاك استقلال القضاء، وذلك في ظل انقسام سياسي حاد وأزمة اقتصادية متفاقمة تشهدها البلاد. في وقت سابق اليوم قال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي إن أنصار الجبهة التي تضم أحزابا من أبرزها حركة النهضة خرجوا للتظاهر من أجل استعادة الثورة والديمقراطية.
وأضاف أن تضحياتهم لن تذهب سدى وأنهم مستعدون لتحمل النتائج، معتبرا أن خلاص تونس سيتحقق برحيل قيس سعيد، كما حمل سلطة الانقلاب مسؤولية الغلاء وارتفاع الأسعار. من جهته قال أمين عام حزب العمال حمى الهمامي خلال مشاركته في المظاهرات اليوم إن مصير قيس سعيد سيكون مثل مصير بن علي الذي جوع الشعب. وأشار الهمامي إلى أن اللغة الوحيدة مع سعيد هي لغة النضال والمقاومة لإسقاط منظومة الاستبداد كما قال. كذلك نظم الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعا نقابيا، وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إن من حق كل الأطراف التظاهر دون قمع أو عنف من قبل قوات الأمن مهما كانت التوجهات السياسية للمتظاهرين، وأكد أن الموعد قريب جدا للدفاع عن تونس داعيا جميع النقابيين إلى الاستعداد لما أسماها معركة وطنية لإنقاذ تونس. الألاف يتظاهرون إذن في الذكرى 12 للثورة والمطالبة برحيل السعيد. هل تراهم أسمعوا بصيحاتهم بأصواتهم بحناجرهم بشعاراتهم اليوم بالألاف التي خرجت إلى ساحة أو شارع الثورة؟ كيف يبدو لكم مستقبل الانقلاب سعيد بعد هذه الذكرى؟ بالنظر كما قلنا إلى نتائج الانتخابات الأخيرة التي وصفت بالهزيلة والهزيلة جدا، والاحتجاجات اليوم التي خرجت ضده. أسئلة نوجهها لكل من يود أن يشارك معنا، ولكن بعد الترحيب بضيف حلقتنا سيكون معنا بعد قليل كما قلنا الأستاذ غازي الشواشي الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي سينضم إلينا من تونس. المظاهرات طبعا اليوم خرجت بدعوة من أكثر من طرف، أكان جبهة الخلاص أو الأحزاب تنسيقية الأحزاب الخمسة أو غيرها، الكل خرج، الكل كان في شارع الثورة. لم تكن ربما الصفوف يعني متداخلة كما يجب، ولكن الكل كان هناك، والشعارات تقريبا كانت موحدة، والأهداف إلى حد بعيد كانت موحدة. فقط المنصة بقيت كل بمنصته إن صح القول. طيب، خطوة كبيرة إذا قطعتها هذه الأحزاب في طريق توحيد جهودها وصفوفها ضد النظام المنقلب الآن في تونس، لكن كيف يبدو لكم الطرف الآخر اللي هو سعيد ومن بقي من حوله بعد هذه الذكرى وبعد هذه الاحتجاجات؟ هل الرجل بات معزول بشكل حقيقي الآن؟ وما هو مستقبله الآن؟ هل ترونه يدرك حقيقة ما تعانيه تونس؟ وربما عليه الآن أن يقيم مواقفه بشكل جدي، أم أن الرجل لسبب أو لآخر لا يراجع مواقفه ولا خطاباته ولا سياساته وماض إلى الأمام؟ وفي هذه الحالة إذن ما هي الخيارات أمام هذه الأحزاب والقوى التي خرجت اليوم إلى الشارع؟ يوسف الزبيدي من الأردن يقول طالما أن هناك فاسدين ولصوص سرقوا أموال الشعب، لماذا لا يقوم سعيد باعتقال من يقودون المظاهرات التي لا تخدم إلا من يوجهها الاستعمار الفرنسي؟ لا أدري من أين جاء يوسف الزبيدي بهذا. المتظاهرين هؤلاء مين قال لك أنهم مسيرين من قبل فرنسا؟ لا أدري يعني على ماذا اعتمد. ياسمين من ألمانيا تقول يجب أن تستمر المظاهرات بشكل أسبوعي أو حتى يومي لتكثيف الضغط على قيس سعيد كما تقول، وعدم القبول بالبديل، يعني لا بديل إلا رحيل سعيد تود القول، وإلا كأنك أبو زيد ما غزيت. الكلام طبعا لياسمين من ألمانيا. صوفيا الحسيني أيضا تعلق عن طريق الواتساب، ما زلنا في انتظار ضيفنا طبعا لعله ينضم إلينا في أي لحظة. طبعا لمن لديه مشاركة يتفضل، مستعدون أيضا لاستقبال مشاركاتكم الآن. صوفيا الحسيني تقول لو يتوقف السيسي ومن خلفه أو من خلفه فرنسا عن دعم سعيد فسوف لن يبقى لسويعات.
كثيرون الحقيقة منذ بداية هذا الانقلاب يربطون كثيرا بين السيسي وسعيد. نعم سعيد قبل انقلابه كان هناك في مصر، وقيل بأنه توجيهات ربما تلقاها الرجل أو دعما ما، ولكن في المرحلة الحالية لا أدري البعض لماذا ما زال يصر على هذا الربط. تقول لن يبقى لسويعات وسيغادر ربما، تود القول لأن المفردة غير واضحة، هو وانقلابه سيكر مثل حبل المسبحة، الكلام لصوفيا الحسيني. طيب نستقبل بعض مشاركاتكم. محمد من تونس مساء الخير. مساء النور. يا أهلا بك تفضل. يا أهلا. تفضل أنت على الهواء. اليوم الشعب التونسي أثبت أن قيس سعيد إلى زوال، وأن نظامه ساقط لا محالة. وأن الثورة التونسية وأن الثورة التونسية تجري في عروقنا. طيب أنت من أي مدينة في تونس بالضبط؟ من مدينة المنستير. أنت من المنستير، يعني توجهت اليوم للعاصمة؟ نعم توجهت للعاصمة. جميل. طيب كيف تقدر الأعداد؟ هل تراها أعداد يعني فعلا لديها ثقل، والطرف الآخر أكان الرئيس المنقلب أو المنظومة الصلبة كما تسمى التي ما تزال إلى حد الآن تسند الانقلاب، كانت معه أو تقوم بدورها بشكل وطني مستقل، هل ترى هذه الأعداد كافية للضغط على على سعيد أو هذه المنظمات؟ الأعداد هذه غير كافية، يجب على المناطق الداخلية أيضا التحرك. طيب يعني هناك حديث محمد على أن حافلات تم منعها من الوصول إلى العاصمة. نعم تم كان هناك منع ممنهج لمنع تنقل الكثير من المواطنين. طيب هل ترى هذا مبرر كافي ربما لعدم وصول أعداد كبيرة إلى العاصمة؟ لأن الطرف الآخر يعني بعض أنصار سعيد ظهروا على بعض الفضائيات يقولون والله الأعداد ليست كبيرة. طيب لماذا يمنعون ثم يحتجون بأن الأعداد ليست كبيرة؟ يقول البعض يمنعون ليظهروا للعالم أن يمنعون ليظهروا للعالم أن هذه الأعداد قليلة حتى يسوقوا على أنها. طب تحدث بالتونسي محمد، يعني لا عليك، يعني تحدث حتى باللهجة التونسية، المهم وصل لي المعلومة. يقومون هم معناتها المنع يصير باش يظهر للعالم إلا الأعداد شوية، معناتها ما في أعداد كافية. طيب الآن محمد بعد هذه المظاهرات، أنت كمواطن يعني في مخيلتك أو ما ترغبه أنت، ماذا يجب أن يحصل في الأيام أو الأسابيع المقبلة؟ يجب تحشيد الشارع أكثر في المناطق الداخلية، في المناطق التي تشكو من غلاء المعيشة وتشكو الفقر والتهميش وغياب المواد الأساسية، المناطق الحدودية. طيب يعني لا يوجد أمل لديك أن سعيد بعد هذه المظاهرات؟ لا أمل في هذا النظام، هو عايش في كوكب آخر كما يقول دائما. يعني لا تراه مثلا ربما المحيطين به مستشاريه أو ربما الجهات الأمنية الجيش أو الداخلية أو غيرها قد يفرض عليه القبول بحوار ما أو التنازل ربما على السلطة، لا ترى ذلك ممكن؟ لا أرى ذلك ممكن، هو عليه لا طريقة سوى إخراجه. يعني ما عندوش حل إلا الذهاب إلى الأمام، هذا ما تود قوله. هو قالها من زمان. وعلى الشعب معناتها التخلص منه ومن هذا الانقلاب لا مجال. شكرا لك محمد من تونس، أشكرك من مدينة المنستير، شكرا لك. إبراهيم من تونس أيضا، يبدو فقدنا إبراهيم، بإمكانه يعيد الاتصال.
محمود من تونس عن طريق الواتساب يقول هذا المنقلب إنسان وقح وفق توصيفه طبعا، ولم يفهم أن الشعب لم يعد في صفه وصار إنسان معزول وغير مرغوب فيه، ورحيله سيكون بالقوة وقوة الشعب بطريقة سلمية ومتواصلة. هذا ما يقوله محمود. عبد العظيم من الأردن يقول لله در التونسيين، فقد أثبتوا للعالم مجد ثورتهم وإن كانوا يثابرون وحدهم في ميدان الحرية، العرب يتفرجون فقط وينتظرون، ومع ذلك يقف هذا الشعب أولا في وجه المنقلب، وثانيا في وجه من يدعمه سواء كانت فرنسا أو الإمارات ومن معها، وثالثا في وجه المتآمرين من داخل تونس. أقول نصركم الله يا أهل تونس وثبتكم. والكلام لعبد العظيم من الأردن. أبو معاذ مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ صالح. يا أهلا بك. الله والمشاهدين. تفضل. والله يا أستاذ صالح يعني الهم كبير ولا نعرف من أين يبدأ الإنسان يتكلم، لأنه الحقيقة كثير من المصطلحات وكثير من الأوهام لازلنا نعيشها، ثم بعد ذلك نريد أن نصل إلى نتيجة. عادة اللي يركب على الهوى والأحلام لا يصل إلى نتيجة. أولا عندما تتحدثون عن رئيس، يعني كيف يعقل أن تقرر أنه رئيس ثم يعقل أن يتمرد عنه؟ هذا شيء خيالي شوية. إنسان منقلب. ثم ثاني شيء، عندما نتحدث عن قيس سعيد، هل يعقل يا أستاذ صالح أن نتصور أن هذا الشخص بهذه الشخصية التي أمامنا، بهذا ما أعرف الكلام يعني في قناتكم لا يجوز، أنه هو الذي يحرك هذه الأمور وأننا نحن يجب أن نقف في وجه هذا الشخص، بينما المسألة أعمق من هذا؟ هل نعتقد أن نحن لما ننزل إلى الشارع، وهذا شيء واجب لا شك في ذلك، لكن بعد ذلك هل نحن الذين سنقرر رحيل قيس سعيد أم أن هناك جهات أخرى؟ أو أن هناك خيام منصوبة الآن للبيع والشراء في هذه التحركات، ومنهجها الأساسي هو أن يركب كل واحد في السفينة المقبلة أيا كان موضوعها؟ مأساتنا عميقة يا أستاذ صالح، ولكن ليس هناك ما من الرجال ومن النساء الأفذاذ الذين ما زالوا يمتلكون صفة التونسية الحقيقية ببعدها الواقع الذي يعيش فيه. لأنه يا أستاذ صالح الذي يريد أن يركب في السفينة المقبلة، هل هي المشكلة مشكلة تونس يعني؟ أم شكرا أن لك. مشكلة أعمق من هذا وأوسع. شكرا لك، شكرا لك. لعل المشهد أكثر تبسيط مما هذا. لا أدري، أبو معاذ ربما يرى الغاز والمشهد في غاية التعقيد. سنعرف ذلك الآن مع ضيفي حلقتنا. طبعا أعتذر من الجمهور، سنعود بعد قليل للجمهور. أرحب بضيف حلقتنا الأستاذ غازي الشواشي، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي من تونس. سيد الشواشي مساء الخير. السؤال ربما الذي يتبادر لأذهان الكثيرين الآن بعد هذه المظاهرات اليوم، مظاهرات وصفت بأنها بالآلاف، الشعارات يعني وإن كانت جبهة الخلاص في جانب والأحزاب تنسيقية الأحزاب الخمسة في جانب آخر، ولكن الكل كان في شارع الثورة، الكل رفع شعارات ضد الانقلاب ويدعو لعودة الديمقراطية. نسأل، هل حققت هذه المظاهرات أهدافها اليوم أو جزء منها على الأقل؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أولا يا أنا في اعتقادي كنت اليوم حاضر في المظاهرة اللي كانت في شارع الثورة في شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة. أنا نحب نذكر أنه مناسبة الاحتفال بالذكرى 11 للثورة التونسية السنة الفارطة في 14 جان في 2021، تم منعنا من دخول معنا لشارع الحبيب بورقيبة، وتم الاعتداء علينا وانتهاك حقنا في التظاهر السلمي، وهذا معناه مورس على كل الأحزاب التي معنا رغبت في الدخول شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال وللأحياء ذكرى الثورة التونسية وللاحتجاز كذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وانفراد قيس سعيد بالسلطة. اليوم بعد سنة معنا تمكننا بالرغم من الوعيد معناها اللي وجهه السيد قيس سعيد يوم امس معناها للشعب التونسي ولمعارضيه والناس اللي تخالفوا واللي قررت ان تحتفل بهذا العيد وبهذا اليوم المجيد للسيد قيس سعيد بجرة قلم يعتقد انه قد محاه من ذاكره التوانسه وقد محاه
من رزنامة الأعياد الوطنية معنا في بلادنا. اليوم الشعب التونسي رينا بالآلاف نساء ورجالا معنا شيوخا وولدانا خرجوا لشارع الحبيب بورقيبة شارع الثورة التونسية وأحيينا هذا اليوم معنا رافعين شعارات معنا ثورة الحرية والكرامة ورافعين شعارات كذلك مناهضة لهذا التمشي الانفرادي اللي السيد قيس عيد معناها يمارس فيه منذ 25 جويلية سنة 2021. اليوم أكيد الشارع معناها ثورة منقسم، هناك معناها المعارضات وليس معارضة وحيدة، معارضة جبهة الخلاص اللي فيها هي بجودة عديد الأحزاب، معارضة الأحزاب الخمسة الاجتماعية الديمقراطية، فما أحزاب أخرى اليوم حضرت، فما هيئات، فما منظمات، فما جمعيات، فما شخصيات وطنية مستقل اليوم حضرت معناها نقابة الصحفيين كانت حاضرة، نساء الديمقراطيات اليوم كانت حاضرة، وكان هناك نواب البرلمان أيضا. نعم نواب البرلمان، وبالتالي الجماهير اللي حضرت عندها تمثيلية معناها للشعب، واليوم رفعت نفس الشعار وهو شعار ارحل نفس الشعار وهو اسقاط الانقلاب نفس الشعار معناها الداعي للعودة للمسار الديمقراطي معناها في بلادنا اليوم، وطي صفحة معناها مسار قيس سعيد، هذا المسار الشعبوي، هذا المسار العبثي، هذا المسار الفوضوي، وبالتالي أنا نعتقد اليوم إنجاز كبير حققته معناها النساء ورجال تونس باحتفالهم بعيد ثورتهم وباحتجاجهم على تردي الأوضاع معناها في بلادنا على جميع المستويات. المواطن البسيط سيد الشواشي، المواطن البسيط الحقيقة يعني تعب فعلا في قوته وحتى في أحلامه وفي نفسيته، والبعض يرى أن هذه المظاهرات صحيح أنها قوية، صحيح أنها ربما تؤثر في سمعة الانقلاب ومنظومته وربما لديها حتى تأثير خارج تونس، ولكن مردودها بطيء ويأخذ وقت طويل والمواطن يريد التغيير السريع. ولهذا البعض يتساءل هل رفع شعار ارحل يستطيع أن يغير هذه المنظومة ويطيح بالانقلاب، لأن بالعودة إلى بن علي قبل 12 عاما لم يسقط بمجرد رفع شعار ارحل، كان سقط بضغط حقيقي في الشارع. لماذا تتعففون الآن عن الاستمرار في التظاهر يتساءل البعض، وتشكيل ضغط حقيقي في الشارع حتى يخضع في النهاية لإرادة الشعب؟ هو المواطن العادي البسيط اليوم يعاني، اليوم الأمرين، يعاني من غلاء المعيشة، يعاني من فقدان الأمل، يعاني من فقدان المواد الأساسية، يعاني من البطالة، يعاني من التهميش، يعاني من عديد المشاكل اليوم المواطن التونسي، وريناه في الانتخابات الأخيرة في 17 ديسمبر معناها هاجر هذه الانتخابات، فيها جزء كبير معناها بسبب عزوفهم وعدم معناها شعورهم بمسؤولية الذهاب للانتخابات، وعدد كبير كذلك كان مقاطعة لهذه الانتخابات. وهذا المواطن اليوم هو في اعتقادي لحد الآن ما زال غاضب معناها على منظومة الأحزاب وعلى المجتمع المدني وعلى معناها الأجساد الوسيطة، كما هو اليوم معناها اكتشف أنه سيد قيس سعيد حاول يبيع للوهم منذ 25 جويلية وأنه فشل في إدارة الشأن العام، وأنه فشل باش يترجم تلك الشعارات الجوفاء اللي كان معناها يطلق فيها يوميا إلى إجراءات وإلى قرارات وإلى شيء ملموس في الواقع المعيشي معنا. وبالتالي المواطن التونسي اليوم في حيرة، أكيد المواطن التونسي ما زال فاقد الثقة اليوم في النخب نتاعه، فاقد الثقة في الدولة، في مؤسسة الدولة اليوم، في الأجساد الوسيطة. هذاك علاش أنا أعتقد اليوم أنه الخروج إلى الشارع والاحتجاج اليوم على المنظومة القائمة، منظومة قيس سعيد، ومحاولة معناها إضعافها وإجبارها على الرحيل، هذا غير كافي. اليوم كان الأجساد الوسيطة والأحزاب على رأسها والمنظمات الوطنية العريقة كما الاتحاد العام للشغل كان مش قادرين اليوم أنه يصنعوا البديل، البديل اللي يجب يكون ديمقراطي، البديل اللي يجب يكون اجتماعي وتكون أولوياته أوضاع الاقتصادية والاجتماعية، هذا البديل اللي حافظ على مكتسباتنا من الحقوق والحريات، هذا البديل اللي يجب يكون واقعي وعقلاني وقادر أنه يحقق معناه حد الأدنى على الأقل من انتظارات التوانسة في مرحلة أولى
ثم يكون معناه عنده رزنامة للقيام ولمباشرة الإصلاحات المطلوبة، لأنه تونس تعرفوا بعد الثورة للأسف الشديد مشينا خطوات في المسار السياسي، ولكن همشنا وهمنا المستوى الاقتصادي والاجتماعي اللي هو في حاجة إلى إصلاحات. لا يمكن اليوم بمنظومة قديمة وبآليات قديمة وبعقلية قديمة ننتج الجديد. هذاك علاش اليوم في حاجة إلى تطوير هذه الآليات، وفي حاجة إلى عقلية جديدة، وفي حاجة إلى ممارسة للسياسة معناها بلون آخر، حتى نكونوا قادرين من القيام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللي هي من شأنها باش تبني الدولة القوية والعادلة، الدولة اللي قادرة اليوم تحقق الرفاه وتحقق معناها الرخاء للمواطنين، لأنه بدون رخاء بدون رفاه تصبح الديمقراطية عاقر، تصبح الديمقراطية معناها مخشوشة وغير قادرة تحقق معناها نتائجها. اليوم هذاك علاش توانسة فما شكون اليوم أصبح معناها أي ييأس من الديمقراطية، يقول هذه الديمقراطية مارسناها لمدة 13 سنة ولكن على أرض الواقع ما زال من الفقر ومزيد من الأمية ومزيد من التهميش ومزيد من البطالة ومزيد من الأحباط ومن اليأس. ماذا نفعل بهذه الديمقراطية العاقرة؟ هذاك علاش اليوم معناها علينا أن نراجع أنفسنا ونقوم معناها بنقدنا الذاتي اليوم ونضع على أرض الواقع معناها كما نقولوا معناها ميثاق اليوم للعمل المشترك وميثاق اليوم كيف نصنع تونس الغد، وهذا يلزم توافق وحد أدنى من التوافق وحد أدنى من المسؤولية وحد أدنى من نكران الذات اليوم ونسبق مصلحة تونس اليوم من أجل كما قلنا تغيير الأوضاع. هذاك علاش المسيرة ما زالت متواصلة، أي سعيد نحتج عليه، ولكن الاحتجاج غير كافي اليوم. كان حب الرجع ثقة المواطن في نخبه وثقة المواطن في مؤسسات الدولة وثقة المواطن في نفسه حتى هو يساهم معنا في التغيير ويخرج الشارع ويقدم المقترحات ويضغط في أي اتجاه يرى صالح اليوم لإنقاذ معناها بلادنا ودولتنا وتجربتنا الديمقراطية. أختم معك وبعجالة سيد الشواشي وأشكرك لرحابة صدرك، يعني لأنه البعض لاحظ اليوم تعطيل حافلات كثيرة، يعني على الأقل على حد علمي أنا هناك 5 حافلات منعت من مغادرة مدينة جربة باتجاه العاصمة، هناك من يتحدث عن حافلات من مدن أخرى. اليوم الانقلاب يمنع الحافلات ويمنع الناس من وصول إلى عاصمة بلادهم، غدا قد يمنع حتى التحزب العمل السياسي، وربما هناك من يتوقع أسوأ من ذلك، ربما حملة اعتقالات بعد هذه الذكرى، حتى لا يطول المسار وتفتح المجال لهذا الانقلاب بأن يعني يتشجع أكثر في خطوات ضد العمل الحزبي والعمل الديمقراطي. هل لديك أمل بأنه الأسابيع المقبلة، حتى لا نقول الأشهر المقبلة، قد تشهد توحد حقيقي والوصول إلى ما أسميتها حضرتك الميثاق أو ما يسمى بميثاق الشرف عادة للتوحد حول المبدأ وهو الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة؟ هل ترى ذلك ممكن وبعجالة؟ من مساوى الانقلاب هو إعادة دولة البوليس، هو إعادة دولة القمع، هو إعادة دولة انتهاك الحقوق والحريات. رينا نحن منذ 25 جويلة لحالات على المحكمة العسكرية، حالات المدنيين، رينا معناها إصدار المرسوم سيد ذكر المرسوم 54 وهي حالة كل من يخالف الرأي على هذا المرسوم معناها سيد ذكر اللي شدد في عقوبات شديدة تصل إلى 10 سنوات، وأنا شخصي معناها محال من أجل هذا المرسوم على أساس التصريح معناها قمنا به. رينا معناها اليوم رجعت دولة البوليس وهناك تضييقات على العمل السياسي اليوم وتضييقات معناها على التدوينات معناها في شبكات التواصل الاجتماعي وتضييقات اليوم على الاجتماعات. رينا اليوم وريناها في محطات سابقة أن يتم منع الحافلات اليوم وتم منع المواطنين أن ينتقلوا من داخل الجمهورية إلى العاصمة باش يقوموا بحقهم ويمارسوا حقهم الدستوري في التظاهر معناها السلمي. هذا هو ذاك علاش نحن نعتقد أنه هذا الانقلاب الكريه حان الوقت لرحيله، ورحيله اليوم كما قلت لابد أن يكون هناك وعي بضرورة رحيله ويكون هناك معناها قناعة أنه عندما يرحل هناك بديل، وبديل معناه وطني وبديل ديمقراطي وبديل اجتماعي وبديل عقلاني قادر أنه يحل محله اليوم، وأنه معناها يتفادى أي فراغ ويتفادى أي معناها كما نقول نوايا خبيثة من هنا وهناك اليوم للانقضاض على السلطة
ومن اجل انه ثورتنا تواصل مشوارها، لانه ما زلنا اليوم في معناه في المسار الانتقال الديمقراطي. الثوره التونسيه الى حد الان لم تحقق معناها اهدافها، ونعرفوا في مراحل الانتقال الديمقراطي فتره طويله جدا، وهناك نكسات وعثرات وعقبات، ويلزم الشعب بوعيه بنضجه بمسؤوليته ونخبه معناه يكون جاهز لمواجهه هذه العقبات وهذه العثرات. اليوم يواصل المشوار نتاعه الى حين تستقر الاوضاع وتكون هناك حكومات مستقره وتكون هناك مؤسسات معناها مسؤوله اليوم معناها في بلادنا قادره ان تلعب دورها وتحقق معناها انتظارات التوانسه معناها في الرفاه في الحريه في الكرامه وفي العداله الاجتماعيه. هذا هو المطلوب. المشوار مازال طويل، المجهود معناها يلزم هناك مزيد من النضال، يلزم الناس معناها تؤمن أنه قادرين رانا نحققوا ما حققته باقي الشعوب الديمقراطية اليوم في أوروبا أو في آسيا أو في أمريكا. معناها مش معناها صعب أنه شعب عربي كما الشعب التونسي أو باقي الشعوب العربية أن تطمح تكون دول ديمقراطية، وأن تكون دول معناها فيها الحرية، وأن تكون دول معناها يطيب فيها العيش. هذا النجم نحققوه. العملية صعبة ولكن غير مستحيلة. الأستاذ غازي الشواشي الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي من تونس، أشكرك جزيل الشكر. إذن الطريق طويل ولكن المهمة غير أو ليست مستحيلة. نأمل أن هذا الأمل الحقيقة والثقة موجودة بشكل كبير مثل ما هي لدى السيد الشواشي لدى المواطن والجمهور التونسي. راقي من تونس مساء الخير. راقي، السلام عليكم. وعليك السلام سيدي، تفضل. يا أخي ماذا قال نقيب الصحفيين؟ قال نحن في سجن كبير، نحن في سجن كبير نقيب الصحفيين. وإلى المعارضة لم تتوحد فالسجن بعد السجن في ما بين الجدران، إلى لا تتوحد. طيب، هناك تقطع في الصوت يبدو من السيد راقي من تونس، نشكره على كل حال. ننتقل لصالح. مساء الخير صالح. مساء الخير سي صالح، اهلا وسهلا بك سيدي. وبيك سي صالح. يا سي صالح، ايوه، فشل الشعب التونسي في تحقيق ما يلزم تحقيقه، هو معناها يحملها على بعض الدول ومصر وفرنسا. هل فرنسا توجد لها قوات محيطة بقصر كارتاج، أو مصر موجودة لها قوات موجودة محيطة بالقصر؟ لا 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 لا, لا يوجد هذا. الانقلاب لن يزول إطلاقا، وهذه آخر معناها آخر يوم اللي كنا نظن فيه اليوم تقع فيه حاجة التونس وتزيل هذه العقبة في تونس. عندما قام الانقلاب لأول مرة في 25 جويلية، من قام بهذا الانقلاب؟ ليس الدبابات ومنعت النواب من دخول البرلمان. ثم عندما أعلنوا على ولادة جبهة الخلاص في اليوم 27 من شهر رمضان، استدعي صعيد إلى مأدوبة إفطار في المطعم العسكري التابع للضباط. ثم هذه المرة عندما ذاق الخناق على صعيد وقربت مدة 14 جانفي اللي هي اليوم، قيس سعيد استدعى نفس من قاموا بالانقلاب ومن كانوا سعيد. يعني هناك رسائل للشعب التونسي، ليس سعيد هو اللي يقوم بهذه العملية، وإنما ولكن يا صالح يعني إيحاءاتك واضحة، يعني أن سعيد في النهاية لا يحكم وحده، قد يكون مدعوم من أطراف جهات أفراد أكان في الجيش أو في الداخلية أو غيره. لكن يعني سعيد لم يحكم مثل ما حكم المحكوم الراحل عفوا المخلوع بن علي. يعني بن علي كان له الداخلية وله الجيش، وعندما أراد له الشعب أن يغادر هرب مرعوبا منفردا، وتنكرت له كل هذه المنظومات وبقي وحيدا هناك
في السعودية حتى وفاته المنية. يعني هذه المنظمات يعني مش متيمة بسواد عيون سعيد أو غيره، يعني ربما هي الآن تقوم بدورها في إطار وطني، عندما تحين اللحظة ستستقيم مع الجهة الجديدة. ربما المشكلة ليست في هذه المنظومة الصلبة أو المنظمات الصلبة، المشكلة في الأحزاب ربما لم تتحد بعد على اتفاق ومخطط للخلاص، أليس كذلك؟ سي صالح، سي صالح، ميشيل أليوماري سي إذا كان تعرف، شوف مذكرات ميشيل أليوماري من قام بالانقلاب على بن علي وخروج بن علي من تونس، هو رشيد عمار وعلي السرياتي بمعين بعض الضباط الآخرين هم اللي خططوا لهذا الموضوع. اليوم الضباط هذوما في الجيش وفي الأمن هم ضد وهم مساندين للانقلاب، هم الواقفين وراء الانقلاب. الانقلاب لن يزول سعيد لأن هؤلاء تصبح أكفانهم بين يديهم، لأن هناك تتبعات عسكرية ومدنية، والكل يعلم من المخابرات التونسية المتورطين هو الجيش، المتورطين الجيش التونسي كله، لكن بعض الضباط المستفيدين واللي وراهم تتبعات كبيرة عسكرية ومدنية. سي صالح وشكرا. شكرا لك صالح من فرنسا. دعونا نتابع هذا الـ يعني تصريحات اليوم لرئيس جبهة الخلاص الأستاذ أحمد نجيب الشابي، وكانت بجانبه أيضا السيدة سميرة شواشي وهي نائبة رئيس البرلمان. نتابع إذن ثم نعود لاستقبال المزيد من المشاركات. رسالة واضحة تماما، أننا أوفياء لشهداء تونس، لشهداء الثورة، أننا أحيينا الذكرى في يوم انتصار الثورة في شارع الثورة. أرادت السلطة السياسية أن تحرمنا من هذا الحق، ولكن إرادتنا اقتصرت على إرادة الردة التي تريد أن ترجع بتونس إلى مربع الاستبداد. الذي اخترناه بقانون وباحترام سلمية التظاهرات، أنها تكون مسيرة من المساج، تكون هنالك كلمة للسيد رئيس جبهة الخلاص وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة. ولكن خرجت كلمات ورأينا بيان الداخلية الذي منع ذلك. نحن تمسكنا بحقنا وقمنا بما قررنا القيام به، وهو مسيرة من المساج إلى شارع الحبيب بورقيبة حتى نحن ذكرى 14 جانفي، وهذا هو شارع الثورة، ونحن نحكي هذه الذكرى العزيزة ونترحم على شهيد المقاومة الشهيد رضا أبو زيد. ارحم 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 نحن حققنا هدف عظيم، وهو أننا كنا أوفياء وأحيينا ذكرى الثورة المجيدة، ذكرى 14 جانفي 2011. ماذا بعد الخطوة هذه، بعد المظاهرة القادمة؟ لكل حادث حديث. طيب ناخذ نجيب من فرنسا. مساء الخير اخ صالح، اهلا وسهلا بك. الحقيقه هذه هي الحقيقه، يعني هو 14 جانفي و17 ديسمبر هي يعني ذاكره، يعني معناها تحز في النفس عندما نرى، يعني نتذكر يعني في 2010 2011 ذلك الفخر وتلك الانطلاقه، معناها الشراره في تونس، كنا عزه للشعوب وحركت يعني العالم العربي وغيره، ولكن اليوم أصبحنا مسخرة. اليوم في هذه الذكرى المجيدة، ذكرى الثورة التونسية، الأصل هو أنه ما بعد قيس سعيد، لأن ننطلق إلى الهدف والغاية، هذا واجب، يعني إحياء الذكرى، ويعني الانقلاب لابد أن يزول. المشكلة هنا هو البديل ما بعد قيس سعيد، ولكن أيضا نريد أن نقول هدف الثورة هو القطع مع الماضي، القطع مع الماضي. غايات الثورة
شغل الحرية كرامة. نعم، والحرية الحرية يعني اللي هي غاية للشعوب وللشعب التونسي كامل. هناك من فرط في هذه الثورة، هناك من خان هذه الثورة، والشعب هو صاحب الأمر، وعليه الآن أن ينتقل من القطع مع الماضي وتحقيق هذا الهدف الثاني. الآن ترى الناس يعني جايين من الجهات الكل التونس يحتفلوا، ولكن الناس الذين هم يقولون اليوم، نسمع وزير سابق كعلول يقول اليوم نحن وراء الاتحاد حتى يكون هو إطار الحوار. أي حوار يا أخي؟ أي حوار؟ والاتحاد هو ما سبب الخراب. اتحاد ليس اتحاد يعني حشاد، اتحاد الطبوبي واتحاد العباسي هو سبب الدمار. طبعا على كل حال سيد نجيب، سيد الذي أشرت إليه سيد قعلول لم ليس معنا الآن حتى يرد على ما ذكرت، وربما ليس بهذه. أنا سمعته الآن. لا لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي سيد نجيب، ليس بهذه الحرفية ما ذكره السيد قعلول على كل حال، لكن دعنا في موضوعنا الليلة. نعم نعم. الآن الآن هذه المظاهرات، أنت كمتابع من فرنسا من هناك، ما هي ما هي الـ يعني ما بين المطالب المرفوعة وبين ما تحقق على الأقل في مظاهرات اليوم؟ هل هناك تقارب؟ هل هناك نسبة كبيرة من الشعارات المرفوعة تحققت اليوم ولو بشكل رمزي على الأقل؟ هو الهدف اليوم هو ارحل. الهدف اليوم يا أخ صالح هو الشعب يطالب ارحل، يرحل الانقلاب. لكن هذا هناك من يقول ارحل الانقلاب، ما بعد الانقلاب هناك انقسام، ونود ان تتواصل هذه. نعم تفضل نسمع اليك. اذا فالهدف هو نحن نريد ان الشعب التونسي ياخذ بزمام الامر. الان هذه القوى الشر، هذه الدول الامارات ومصر والدول الأخرى التي هي ضد الثورة، نسميها الثورة المضادة، ولكن الثورة المضادة لن تنجح إذا كان ما كانش العملاء من داخل تونس، الناس الذين هم يعني يستعملهم محور الشر لإضهاد يعني الثورة. شكرا لك. نعم أشكرك نجيب من فرنسا. عبد الجليل من فرنسا أيضا مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام. والله يا أخوي شفت الثورة اللي عملوها اليوم في تونس والذين يطلبون برحيل الرئيس قيس سعيد، أود أن أعلم الذي سوف يأتي من بعد قيس سعيد ماذا سيفعل التونسيين. هذا السؤال. والله يا أخي من يوم عادت النهضة إلى تونس أكلنا من الزبالة، وأكل الشعب من الزبالة، ويأكلون إلى يومنا هذا من الزبالة. ولو رحل القيس سعيد له سنة ونصف، ماذا يريدون من قيس سعيد في سنة ونصف أن يحقق في تونس؟ ماذا يريدون؟ هل يريدون لدينا كورونا مدة سنتين؟ لا لا هو يا 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 عزيزي عبد الجليل. نعم. أنت مخطئ، تتعامل عايش في فرنسا ديمقراطية، ولكن طريقتك في تحليل الشأن التونسي بطريقة تقليدية جدا. المواطن التونسي لا يطالب من قيس سعيد أن يحقق له المراد أو أن تمطر السماء ذهبا وفضة. المواطن التونسي يطالب بن سعيد أن يحترم الديمقراطية فقط. أنت تعيش في ديمقراطية في فرنسا. لا تناسب تونس، لا تناسب الشعب التونسي ولا الشعب العربي الديمقراطية يا أخي. لا لا صلي على النبي، هذا منطق مع احترامي لك، هذا منطق متخلف لشخص يعيش في فرنسا. الله سبحانه وتعالى أعطانا الحرية ولم تكن لنا الديمقراطية. الديمقراطية هذه كلمة مستوردة يا رجل. الديمقراطية هي حرية الاختيار وحرية أن تقول ما تشاء، هذه هي الديمقراطية. الديمقراطية في جانب كبير منها هي حريتك أنت كشخص. أنت عايش الآن في باريس، أنا لا أدري كيف تصرف. الشعب الفرنسي حينما أراد الديمقراطية فبقي حوالي 100 سنة لتصبح ديمقراطية في فرنسا، 100 سنة. وبالتالي علينا أن نعيش تحت قيس سعيد ل100 سنة أخرى حتى نصل إلى الديمقراطية، هكذا تقول. يا أخي تونس والله لو تعطيها الديمقراطية لكانت اشتعلت فيها النار من أول يوم. انظر أنت اليوم إلى في تونس، الله سبحانه وتعالى أمسك عليك بربك. دعك من هذه اللمسات الإيمانية، هذا منطق داعم للانقلاب في تونس، ودعك من التمسح بالإيمان. الإيمان هو ديننا، هو دين الحرية ودين احترام الإنسان. دعك من هذا التمسح بالدين يا عزيزي، تفضل وصل. لا 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 ليس الدين، ليس مثل الدين. الواقع ما يرى اليوم، بأن حتى السماء أمسكت الماء،
السماء امسكت الماء، فماذا تريدون بعد هذا؟ لدينا المقاهي في تونس اكثر من من من, من لا اعلم من, من من كل شيء. المقاهي في تونس اكثر من المصانع. شكرا لك، شكرا لك. سياتيك على كل حال الانقلاب بمصانع لعلها حديثه. يقول لي والله سنه ونص فقط. لا ادري كيف حسبها على كل حال. طيب علي من تونس. السلامة. اهلا وسهلا بك اخ صالح. اليوم مشاركين في المسيره، خرجنا في المسيره، عذبونا عذاب شديد باش وصلنا، باش وصلنا مسكرين علينا القناطر والكياسات حتى بالكهرباء باش ندوروا ونخرجوا طرف الدنيا، عذبونا عذاب شديد وشتتونا والله. حتى في عهد بن علي انا شاركت في المسيرات الكل. حدثني، اعطيني ما الذي حصل بالضبط، حتى المواطن التونسي والذي يتابعنا الان، وخصوصا عبد الجليل، وخصوصا عبد الجليل هذا الذي يقول الديمقراطيه لا تليق بالعرب وبالتونسيين، رد عليه بالله عليك وقل له ما الذي حصل اليوم. اخي صالح لا خلونا نتلمدوا منين ندوروا نلقاو رواحنا محاصرين، نلقاو رواحنا محاصرين، ندخلوا نخرجوا مثل يمثلا، صدقني والله كاننا في قطاع غزه، التفتيت قطاع غزه جميل، عذبونا عذابا شديدا. انا شرفي، انا كفني على كتفي والله صالح. كعبة الكريم وجان ما بحبوش يقارعوا في بالكتول وبالحاويات نتاع الزبده، وشاركت في جميع المسيرات. اليوم ثورة للأحزاب، ما عنديش لا انتماء لا يمين لا يسار، كل حزب ثوري. نهدوا لهم ثورة على طبق من ذهب يفرطوا بها لمنقلب باش معناتها يفكنا حريتنا. احنا عرضنا ارواحنا وهم راهو اغلبيتهم، اغلبية الاحزاب، انا كل راهو بدون استثناء كل من يمينهم اليسارهم. انا مثلا نخبت التيار الديمقراطي، تيار ديمقراطي يعطي الفصل المهني يقول اعمل انقلاب، مش زي حاجه راهو معناتها ندعملوا ثوره وبعد يهديوها يعطيوها الفرصه باش يعمل علينا انقلاب قيس. طيب علي 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 حتى لا يجرح التونسيون بعضهم بعضا، يعني دعنا على الاقل اذا كان هناك بصيص امل في نهايه هذا النفق ندفع في هذا الاتجاه. ما هو المطلوب برايك بكلمه قصيره علي الان، ما المطلوب؟ اخ صالح يلزم ال 24 ولايه ما عادش مسيره في نقطه واحده. يلزم ال 24 ولايه نخرجوا في كل الولايات باش ما عادش تتشتت المجهود، خاطر توا كي نهبطوا لتونس نتحاصروا ويعذبونا. انا وصلت ماضي ساعه من العاشره وانا ندور باش وسخنا الماضي ساعه للمسيره. عذبونا عذابا شديد كانهم حصل. شكرا لك علي من تونس. اذا هذا جانب مما حصل للتونسيين اليوم في الذكرى الثانية عشرة لثورتهم، والله أمر يدمي القلب بالفعل. كلنا كنا سعداء بالثورة وبأحلامها وبما وعدت به من 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 من, من حياة كريمة للمواطن التونسي على كل المستويات. الآن بعد 12 عام يجي التونسي ماشي للعاصمة اللي عنده، يتم بهذلته على أبواب عاصمته كما يقول ويروي علي من تونس. لماذا؟ قوات الأمن هذه من أعطاها الـ 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 الأمر؟ وكيف هي تجد يعني شرف وأمانة أنها تطبق مثل هذا الأمر الغريب والعجيب؟ لأنه لو يحصل هذا في بلد ديمقراطي الناس ربما تبقى شهور وهي تتحدث عليه. الذي أعطى الأمر والقوات التي نفذته أنا على ثقة بأنه إذا عادت الديمقراطية سيتم فضحها جميعا، وكل عنصر أمن يمارس ويدعم هذه السياسات الانقلابية الغريبة والعجيبة على تونس المفروض يستحي أو يحشم من روحه كما يقال بالتونسي، ويتذكر أنه ساعة الحساب قادمة إن لم يكن اليوم فغدا. لأنه حق التظاهر المواطن التونسي الذي خرج اليوم لم يخرج للتخريب، لو خرج للتخريب ما كان أحد أيده في ذلك. المواطن التونسي خارج يعبر عن إرادته الحرة ويعبر عن موقفه الحر برفض هذا الانقلاب، وهذا من حقه في عاصمة بلاده مش عاصمة مجاورة. بالتالي لماذا تمنعه أنت من الوصول؟ أنت المخالف للقانون وليس هو. عنصر الأمن بين ظفرين الذي منع المواطن اليوم من الوصول للعاصمة هو عنصر أمن
لا يليق به تطبيق القانون ولا يليق بهذا المنصب لأنه مخالف للقانون وسيحاسب، أنا على ثقة من ذلك. محمد من فرنسا. صالح تفضل. والله إني نحيرف من استغرب في عباد ما يحبوش الحرية، هل ندرى هم أحرار ولا ما همش أحرار أولا؟ ثانيا المظاهرة متاع اليوم فيها بشرة خير، حتى الأمن كان سلس مع المتظاهرين. ثم نوع ما معناها لربما ثم خير، حتى لكن ما فهموش الله إن شاء الله لا فهموا. شكرا لك محمد من فرنسا. طبعا أنا عندما تحدثت على العناصر التي منعت أو قامت بمنع الناس من دخول العاصمة، ليس كل العناصر الأمنية، الأطراف التي كانت موكول لها اعتراض هذه الحافلات وربما حتى القطار كما يقال ألغي بسبب أو في محاولة لتقليل عدد المتظاهرين. ثم يأتيك أحد المتحدثين باسم المنقلب ويقول لك يا أخي والله أعدادكم لم تملأ شارع بورقيبة أو شارع الثورة. الأعداد كانت كبيرة فعلا بشهادتنا كإعلاميين للتاريخ طبعا. ثم إذا أنت تتحدث على العدد يا هذا، وهي ناس لا تمت لا للديمقراطية ولا حتى للأمانة بصلة للأسف، أنت يا من تتحدث على الأعداد، طيب لماذا تمنع الناس من الوصول ثم تتحدث على الأعداد؟ ما خليك صادق مع نفسك، اترك البوابات، وهذا على فكرة أقل الحق. بلد يعني منذ 12 عاما قام بثورة عظيمة، الآن بعد 12 عاما يمنع من دخول عاصمته. ردة كبيرة، ردة كبيرة، وكل من هو مسؤول عن هذه الردة حتما 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 القضاء العادل عندما تعود القاطرة إلى مسارها سيحاسب. عبد العظيم من الأردن عرضنا رسالته منذ قليل. الهاشي من السعودية يقول بدون شك بدأ الله سبحانه وتعالى بإنقاص الأرض من أطرافها من حول قيس سعيد، وما زال يطلق النار على قدميه برفضه الحوار مع التوانسة لإيجاد حلول للمشاكل. والله يريت يا هاشمي لو تكلموه أنتم في السعودية، ربما يستمع إليكم. الرجل لا يستمع لأي طرف في تونس، ربما إذا جاءه مناد من خارج الحدود ربما يستمع، لأن هناك من لا يحترم شعبه ولكنه يستمع لأصوات من خارج شعبه. هذه على فكرة هذا مرض لدى بعض العرب للأسف للأسف. عبد المجيد من المغرب يقول هذه ثورة الأحزاب تتصارع على المناصب. لا أدري من أين جاء عبد المجيد بهذا، ليس صراعا على المناصب يا عزيزي، أنت سمعت الشعارات اليوم ولا أدري، طبعا من حقك أن تؤولها كما تشاء، ولكن الشعارات كانت ارحل، وكانت تنادي بالعودة إلى مسار ديمقراطي وليس مكسبا لهذا الحزب أو ذاك الحزب. طيب طبعا ما زال الوقت، ربما نأخذ مشاركة أو اثنين، لم يصلني الصوت زملائي الكرام. طيب عبد المؤمن يقول على التونسيين ألا يدخلوا بيوتهم حتى يقبض على قيس سعيد المنقلب والخائن كما يصفه في انتظار محاكمة بتهمة الخيانة العظمى. الجابسي من تونس هكذا يسمي نفسه يقول طريق مقاومة الانقلاب طويل وسنسلكها لآخر النفق. محمد من تونس تفضل. يا أهلا بيك. طيب تفضل. على أي انقلاب تحكي أنت؟ أنا ولا انقلاب؟ انقلاب تعيط كلهم منقلبين، حتى النهضة وتبعها منقلبين على الشعب التونسي. كيف؟ يا نذل يا مسخ يا وسخ. لا لا طبعا مثل هذه اللغة، مثل هذه اللغة لا تنم. لاحظوا لاحظوا سبحان الله، كل إناء بما فيه ينضح. طبعا هو يتصور أنه مثل هذا الكلام سيسيء إلي على الهواء. والله يا عزيزي يعني هذه عارف اللي يتحدثوا معنا أحيانا بعض الدول العربية يسمون الذباب الإلكتروني، هذه النماذج هي التي أوجدت الآلهة في بعض الدول العربية. تعرفوا مشكلتنا في الدول العربية ما هي؟ أنه كلما جاء رئيس إلا ما ولدت حوله الطحالب ولاعقي الأحذية ويحولون منه إله، وهذه مشكلة. نعم إذا كان الرئيس وفق الدستور
وفق القانون ويرعى شعبه وأمته وهو مؤتمن، بالتالي يعني يلتزم بالعهدة التي أعطته إياها الإرادة الشعبية الحقيقية، فهو محل احترام دائما ومحل تقدير ومحل إسناد ودعم. ولكن إذا حاد على الجادة، أحد الصحابة قال إذا رأيتوني حدت قاوموني بسيوفكم. بالتالي إذا كان قيس سعيد أطاح بالبرلمان المنتخب وأطاح بالدستور وأطاح بأحلام التونسيين وصار الرجل يعني يسبح في شارع بورقيبة منفردا وقل كاد يقول أنا ربكم الأعلى، تريد للتونسيين أن يؤيدوه؟ لا يا حبيبي، أقول لك عن أي انقلاب، الانقلاب أمامك، إلا إذا كان بصيرتك يعني أعمى البصر والبصيرة، لا أملك لك شيئا مع كل الاحترام والتقدير لك، مرحبا بك بتعبر عن رأيك لكن ليس بهذا المستوى السوقي، أقل ما يقال فيه. طيب، واصل مع رسالة جابسي من تونس يقول: تحيا تونس، تحيا الثورة والمجلس الشهداء، لا بد لليلي أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر، يسقط الانقلاب، الشعب يريد ما لا تريد، لسنا مع قيس سعيد يقول. طيب، أدركنا الوقت، سنعود للمزيد من المشاركات طبعا كان من خلال الهاتف ومن خلال المراسلات أمامي، ولكن دعونا الآن نتوقف مع هذا الفاصل الإخباري. لن نكون من الإعلاميين أو من الإعلام الذي يمتدح خرق القوانين والذي يلعق حذاء هذا أو ذاك، سنبقى مع الشعوب ومع الأوطان ما دامت حريصة على كرامتها وعلى شرفها وعلى بناء أوطانها، وحريصة على نظم ديمقراطية دول قانون يحترم فيها الإنسان مهما كان انتماؤه. هذا هو مبدأنا، لا ننحاز لا لهذا الطرف ولا لذاك الطرف، ولكن الانحياز للناس والانحياز لأحلام الناس والانحياز للنظام الديمقراطي ودولة القانون هذا شرف سنبقى نلتزم به مهما خرجت مثل هذه الأصوات النكرة. نبدأ بهذا الخبر من فلسطين: استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، يواصل المحتل جرائمه والعالم وكأنه لا يرى ولا يتابع. استشهد الشبان أمجد خليلية وعز الدين حمامرة صباح اليوم برصاص الاحتلال في بلدة جبع بجنين، كما استشهد الشاب يزن سامر الجعبري من بلدة اليامون غرب جنين متأثرا بإصابة سابقة من قبل برصاص الاحتلال. من جهتها نعت الفصائل الفلسطينية الشهداء 3 وأكدت أن جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب. أنتقل وبعجالة لضيق الوقت إلى ليبيا. ليبيا هيومان رايتس ووتش تطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي إلى الجنائية الدولية. إلى لبنان، تحركات احتجاجية رفضا لتوقيف الشاب وليم نون واحتجاجا أيضا على ممارسات الجهات الأمنية، إذن هناك احتجاجات في لبنان أيضا. إلى سوريا الآن، مظاهرات في الشمال ضد أي مصالحة محتملة بين أنقرة ودمشق، هناك غضب سوري واضح ضد هذا التقارب الظاهر واحتمال التطبيع بين سوريا وتركيا. نختم بإيران، إعدام نائب وزير الدفاع السابق بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، وبريطانيا تدين وتؤكد أنها لن تمر بلا رد، هكذا لندن أكدت. كان هذا آخر خبر في هذا الموجز، بعد الفاصل سنستمر مع تونس، نركز على تظاهرات اليوم طبعا من مختلف الأطياف السياسية في شارع الثورة، ونسأل هل بات الانقلاب معزولا وما مستقبله يا ترى. سيكون ضيفنا الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق لمن يود أن يرسل بسؤال عن طريق الواتساب. نعود إليكم بعد الفاصل.